أصدقائي فيديو جديد واليوم جديد البداية ديال الأسبوع يوم الاثنين جينا نصوروا هذا الواد كما كتشوفوا هذا الواد من جديد وحاليا عندنا البرج هنا وعندنا البرج هذا اتجاه إذا اللي عليكم هو حاليا كتنزل أمطار غزيرة كتنزل بقوة اللي عليكم هو تبعث الفيديو من البداية تنهاية اشتركوا في القناة ديالي تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد وساعدونا باش نوصلوا القناة تسمياتها إذن واد طنجة إذن نزول أمطار غزيرة البارح الحد واليوم الاثنين عاصفة رعدية من جديد طنجة فرجة ممتعة إيوا كما كتشوفوا معنا واد طنجة واد أوصل اللهم بارك هاد الواد ديال طنجة ديجي صورناه احنا من جديد جينا نصوروه القنطرة كبيرة جدا والمساحة ديال هاد الواد طويلة جدا هاد الواد جاء من طريق ديال تطوان تماما شوفوا تبارك الله ايوا كما كتشوفوا معنا واد طنجة اللهم بارك تبارك الله تبارك الله هذا واد طنجة المساحة ديالو كبيرة اللهم بارك إذن أمطار غزيرة دازت واحد العاصفة رعدية مجهدة تماما في هذا المكان قبل قليل الوصول للواد وأمطار غزيرة هذا البرج ديال طنجة اللهم بارك إذن جينا باش نصور لكم هذا الواد إذن الجمعة اللي صورنا هذا الواد كان مختلف تماما اليوم مختلف تماما وهذا الواد فين كيجي في اتجاه طريق ديال تطوان هذا الواد كيجي بالفيضان طريق ديال تطوان كما كتشوفوا معنا واد هادي واد رائع جدا تماما هذا سيول الفيضان سبحانه وتعالى شوف الفيضان كيدير الفيضان مختلف تماما ديال الجمعة شوف تبارك الله شوف السيول مجهد تماما تبارك الله شوف اوه تبارك الله واد اللهم بارك الصوت ديالو كيلهيه هذيك الاتجاه فاش كاين الصوت ديالو البرج ها هو كما كتشوفوا هذا البرج ديال طنجة وامطار غزيرة شوف ها امطار غزيرة كتنزل عاصفة رعدية كتنزل اللهم بارك شوفوا تبارك الله اللهم بارك زيد لينا سيدي ربي زيد لينا الفيضان زيد لينا سيدي ربي شوف تبارك الله شوف اوه مشهد الاخوان واش بحال نهار الجمعة دابا ولا مشهد يلا وصل دابا الاخوان ها شوف تبارك الله اللهم بارك الخير ديال البركة الخير ديال الله تبارك الله كيتزاد اخوتي كيتزاد تماما شوف تبارك الله وتماما مجهد ايوا جينا باش نصور لكم هذا الواد رائع جدا وكما كتشوفوا امطار غزيرة يلا نزلت حاليا يلا نزلت امطار غزيرة كما كتشوفوا هذا الشارع والبرج هذا هو البرج ديال طنجة وحاليا باقي امطار غزيرة كتنزل اللهم بارك إذن نتمنى الإعجاب ديالكم إذن جينا للواد باش نصوروه من جديد هذا هو طنجة حاولنا باش نصور لكم جوج أودية وقريبا إن شاء الله نصور لكم بعد الأودية ديال تطوان ديال الشفشاون أي هي 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 مر عليه ودسي بزاف عزيز عليه هادشي اللي بغا بزاف دابا بزاف اخدم ديالك بصح الجديد دابا هذا هو الجديد ديال بيزاف شوف تبارك الله شوفوا النعمات يا سيدي ربي شوفوا اللهم بارك شوف تبارك الله الخيرات يا بصح اللهم عجبني هذا الواد عجبني تماما ايوا امطار غزيرة كتنزل كما كتشوفوا البرج اجواء ممتعه اجواء رائعه
هو شحال زوين تبارك الله. شوف يا سلام تبارك الله تبارك الله تبارك الله، اللهم بارك. ايوا كما كتشوفوا جينا لكم حدا الواد، اللهم بارك، باش تعرفوا كنديروا مجهودات باش نصوروا لكم الواد بواحد الطريقه رائعه جدا، اللهم بارك. البرج من الفوق، الواد من هنا، شوف شوفوا تبارك الله الواد، تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله، اللهم بارك. جينا لكم هذه البلاصه باش تكتشفوا الواد بواحد الطريقه رائعه جدا، الجره ها دابا بحال هذه البلاصه هو كيتسمى الواد بالجره، هذا الشيء اللي عجز عند الناس بحال هكا، الناس ملي كيتشوفوا الواد بحال هكا عزيز عليهم. اذا هذا الواد كما قلنا كيجيب السيول كيجيب الفيضان، اللهم بارك تبارك الله تبارك الله تبارك الله. واو 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 اش غادي نقول لكم، اه باقي باقي يتزاد، ها شوف شوف تبارك الله من هذيك الاتجاه، اللهم بارك. نتمنى ان شاء الله يكون خير هذا الشيء كنتمنى. هذا هو طنجة، وفي نفس الوقت اكتشفت واحد الحاجه هنا، الناس ديال طنجة ما عندهم سوق تماما في الاوديه في السيول، ولا حد كيصور الواد ولا حد كيشوف فيه سبحانه وتعالى. مشيت للصحراء المغربيه كنلقاو جميع الناس كيهزوا التليفونات يصوروا الواد، سوس تفراو تيزنين هاد المناطق كلهم كيصوروا الواد، تما فاش كاين الواد تلقاو مازين التليفونات وكيجبوا على الواد يتفرجوا فيه وبدا يهضروا. هنا ولا احد، شوفوا القنطره ولا احد ولا احد، هنا الناس هنا مختلفين تماما. حتى نسمع احصائيات ديال الاوديه اللي صورنا في طنجه، الناس ديال طنجه قلال جدا يتفرجوا في الواد تماما. اذا نتمنى الاعجاب ديالكم، الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. وهذا واد مجهده الاخوان، واخا تشوفوا هكا راه غارق هنا، اه واخا تشوف الواد هكا راه غارق تماما. البرج هذا البرج، وهاد البلاصه وهاد الواد فين غادي تحت البحر، وكاينه هذيك البلاصه مغطيه هنا فيه الواد تبارك الله. اذا كنديروا مشهودات ديالنا فين كيتواجد بزاف، انا واعر انا واعر فين كيتواجد. اه اذا المشكل اللي كاين هنا الطراب ديال هنا كتزلى، الطراب ديال هنا كتزلى، اذا دائما ردوا بالكم كاع الناس اللي يجوا، ربما بعض الناس برانيين يجوا على الطنجة ردوا بالكم، اذا الطراب كتزلى هو بزاف دائما كيغامر غامر لكم هذه البلاصه، حيت حنا كنديروا واحد المغامره باش صورنا الفيديو زوين كتلقى تفاعل فيه تبارك الله. شوفوا تبارك الله، هاي 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 هاي، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الأودية ديال طنجة في شكل ماشي بحال ديال الصحراء المغربية ولا ديال أكادير، حنا هانتوما كتشوفوا هادو السيول راهم مختلفين، اللون ديالهم في شكل، اللون ديال هاد الواد في شكل. علاش اللون ديالو هكا؟ حيت هنا رقي، ما كاينش هذيك ديال ديك اللون ديال التراب، دابا اللون ديال التراب هكا اللي داير على حسب التجربه ديالي. لو كان التراب في الشكل بحال التراب ديال الصحراء المغربيه ولا التراب ديال سوس في الشكل، هنا التراب ديال هنا اللون ديالها هو هذا، اللون ديالها اللون ديال التراب، الواد كيمشي على حسب السيول اللون ديال التراب. اذا نتمنى الاعجاب ديالكم، الاشتراك في القناه كما كتشوفوا، اللهم بارك. اجواء ممتعه اجواء رائعه، جينا درنا المجهودات ديالنا اليوم الاثنين البدايه ديال الاسبوع، اللهم بارك. شوف السيول، اي هاي 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 ترى ما يمكنش وترى عزيز عند بيزام بيزام كيحمق على الاوديه، واي يقول لك الاوديه زوين هذا الشيء. شوف تبارك الله، شوف شوف وترى الواد ديال انت ما تخيلش شحال زوين هذا الشيء تبارك الله تبارك الله. شوف 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 القنطره الاخوان، شوف غنصوروا لكم القنطره، ها شوف شوف عال داخل القنطره على حسب الامكانيات ديالنا، شتات داخل القنطره ها كي دايره داخل القنطره، شوف تبارك الله شوف تبارك الله شوف، اللهم بارك شوف اوه اللهم بارك. هذا واد طنجه.
نتمنى الاعجاب ديالكم والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش توصلوا كل جديد. اكبر واد هذا واد خطير جدا هذا بايلا جاب بزاف فيضان راه كيوصل هذيك الاتجاه كيوصل عاوتاني حتى لهنا واد مجهد ولكن جاب هذا الشيء هو النيفو ديالو. نتمنى الاعجاب ديالكم الاشتراك في القناة تفعيل الجرس باش يوصلكم ديما جديد. طنجة عروسة الشمال المغرب